بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده، واحد من الناس في رمضان. ايام رمضان الجميله للاسف الشديد بتمر بسرعه جدا، وخلاص يعني قرب على الانتهاء، ودايما بنشعر بالحزن واحنا بنودع شهر رمضان. وبرضو احنا في واحد من الناس لغايه نهايه رمضان مستمرين مع حضراتكم ان شاء الله. بننزل كل يوم، بنروح نزور العمال، اجمل ناس في مصر، بنزورهم في مواقع العمل اللي بيشتغلوا فيها عشان نقول لهم شكرا، الف شكر، كتر الف خيركم. ازيكم يا رجاله؟ رمضان كريم عليكم ان شاء الله. احنا النهارده ان شاء الله هنروح نزور العمال اللي بيشتغلوا في المركز والمجلس التكنولوجي لشبين القناطر في محافظه القليوبيه، بيشتغلوا بيبنوا بيعمروا هناك. هنروح نزورهم ونقول لهم رمضان كريم. يلا بينا، هنطلع على طول. انت عندك السكه؟ هديك طيب على جوجل كده ونروح ازاي اللوكيشن. بص اطلع على الطريق الزراعي. احنا وصلنا دلوقتي محافظة القليوبية، نكمل بقى على طول لو سمحت. احنا اظن ان قربنا، احنا وصلنا والمبنى، ونخش على البوابة اللي هناك لو سمحت. ده المركز التكنولوجي، مظبوط، ده المركز والمجلس التكنولوجي بشبين القناطر في محافظة القليوبية. احنا وصلنا، خدش مالك يا حمدي. يلا بينا. صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ كل سنه طيب، رمضان كريم. اسمك كريم ايه؟ محمد عبد الله اسماعيل. منين يا محمد؟ من القليوبيه هنا ولا ايه؟ من القليوبيه تبع مركز القليوبيه. بتشتغل هنا ايه؟ بشتغل عامل نظافه. عامل نظافه. احنا هنا فين يا محمد؟ احنا هنا في مجلس مدينه شبين القناطر. ده جديد؟ بقاله قد ايه؟ لا بقاله شويه. اهلا وسهلا، اتعرف بيك. محمد صلاح افندي، مسؤول امننا في مجلس مدينه شبين القناطر. اهلا وسهلا. صح حضرتك. احنا هنا في مجلس مدينه احمد سعيد سيد عبد اللطيف من مجلس مدينه شبين القناطر. اهلا وسهلا. ياسر الجزاوي تبع الامن الرئيسي. اهلا وسهلا. محمد احمد، مجلس مدينه شبين القناطر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في خدمات وكل حاجه. طيب خش جوه عندك. اتعرف عليك. ولي نعمه عبد الفتاح، اداره الطرق. حضرتك عمرو بيه، عايز مطر ان شاء الله. ازي حضرتك؟ شركه الميه. بس بقى عباره عن ايه بقى المجلس هنا بقى حضرتك؟ بالنسبه لل يعني ايه الخدمات اللي بيقدمها؟ خدمات مجلس المدينه هنا لتراخيص البناء، بالنسبه للطرق برضو والنظافه حضرتك، واهم حاجه الاهتمام عندنا بالنظافه يعني. طب عظيم. اهلا وسهلا بحضرتك. اتعرف بيك. سيد كمال الساي. ازي حضرتك هنا؟ عامل نظافه. اخبارك كويس؟ الحمد لله. منين؟ انا من طوخ، مركز طوخ. من طوخ القليوبيه يعني؟ القليوبيه. اخبارك كويسه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. كنت النهار عامل ازاي؟ اتشرف بيك. الحمد لله يا باشا تمام. محمد عبد الله اسماعيل، ممكن من قليوب يا باشا. حضرتك من شبين القناطر. بتشتغل هنا ايه؟ عامل نظافه. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ اهلا وسهلا. بتشتغل ايه؟ عامل نظافه. بتشتغل. ازيك كويس؟ اسمه ايه؟ سمير صبري. ازيك يا سمير؟ كل سنه طيب. طيب حضرتك؟ محمد سعيد، شغال هنا برضه في مجلس المدينه. بتشتغل ايه؟ عامل نظافه. عندك اولاد قد ايه؟ معايا سته. سته مين ومين ومين؟ معايا ثلاث بنات، معايا خمس بنات وجدع. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. اسمائهم ايه؟ دنيا وشربات وسجود ونوال والست وعلي. عايز تقول لهم ايه بقى النهارده؟ والعيد قرب اهو. عاوز اقول لهم كل سنه طيبين ويبقى عيد سعيد عليكم ان شاء الله باذن الله. تشتغل ايه سيادتك انت؟ انا عامل نظافه هنا. طيب اهلا وسهلا. فرص بحضرتك؟ محمد عبد الجواد، مدير الاعلان في مجلس المدينه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك تشتغل هنا ايه؟ توفيق فؤاد من في املاك الدوله. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. انت منورنا. الله يخليك. عامه احنا بنعتبر عمال مصر هم اجمل ناس في مصر، واحنا في واحد من الناس جايين والله عشان كل سنه طيبين. مبروك مشروع المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين،
ولولا بناكم وتعميركم ليه ما كانش هيبقى المبنى يخدم الناس. احنا بس جايين بقى اقول لكم برضو ايه كرسون طيبين، وبرضو ايه يعني هنعمل لكم كده مسابقه سريعه عشان فيها مكافئات ماليه يعني، ماشي؟ والكل يشارك فيها برضو ان شاء الله باذن الله، ماشي ان شاء الله. ربنا يخليك لنا. طيب اول سؤال، مين اللي تسبب في ركله الجزاء في مباراه مصر ونيوزيلندا الاخيره؟ امام عاشور. برافو عليك، 1000 جنيه دي من واحد من الناس. طيب مين اللي شاطها واحرزها؟ مصطفى. مبروك، 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب نتيجة المباراة انتهت كام؟ 4-0. تعالى قبل الأخيرة. مبروك. طيب احنا جايين لسه نتلاقوش. مباراة مصر وكرواتيا انتهت كام؟ 4-2. 1000 جنيه دي واحد من الناس. حاضر. مين أحرز أهداف مصر؟ مصطفى محمد. مين أحرز أهداف مصر؟ مصطفى محمد. مش مصطفى محمد. ها؟ مين؟ أفشى محمد. ايوه، ومين تاني؟ وهنا ربيع. ايوه، رب علينا. مبروك. طيب لسه احنا جايين لسه. تعالي اتفضلي، خش. اتفضلي. مين مدرب منتخب مصر الحالي؟ هو الان ده خلاص. يلا طيب. طيب مين اللي بيساعده في تدريب منتخب؟ انا عديك اهو. ايه هو المسلسل اللي بيقوم ببطولته النجم الكبير كريم عبد العزيز في رمضان؟ حشاشين. لا لسه في اسئله كتير. حاضر. طيب النجم الكبير محمد بركات، نجم الاهلي والمنتخب السابق، اسم الشهرة بتاعه ايه؟ بركات ملك الحركات. راح. برافو عليك، مبروك، 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب ايه هو الشيء اللي بيمشي من غير رجلين وبيعيط من غير دموع؟ صح. مبروك عليك، كل سنة طيبين، رمضان كريم عليكم، وانتوا اجمل ناس في مصر، انتوا عمال مصر الجمال اللي احنا بنحترمكم وبنقدركم وبنحبكم، كل سنه طيبين، ربنا يوفقكم دايما، واحنا سعداء ان احنا موجودين في محافظه القليوبيه النهارده في مركز تكنولوجي، زي ما شفنا مشروع جميل معمول، مركز تكنولوجي معاصر لمحافظه القليوبيه، وهم دول اجمل ناس في مصر، عمال مصر، رمضان كريم.